أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في ليلة من أجمل الليالي للقلعة الحمراء. محبي وجماهير وعشاق النادي الأهلي، النهاردة بيعيش أنصار النادي الأهلي بطل القرن وبطل الزعامة الأفريقية ليلة من أجمل الليالي. حقا إنه الأهلي يا سيدة، الأهلي هيفضل كبير كبير بجماهيره العريقة، كبير بمجلس إدارته، كبير بكل المنظومة الكروية داخل النادي الأهلي. المنظومة بتعمل بشكل غير عادي فوق الوصف عشان نحقق هذا الإنجاز، فوز النادي الأهلي باللقب الأفريقي بطل القرن والوصول إلى مونديال العالم القادم والمنافسة بقوة. النهاردة أنا عجبني تصريحات موسيماني بعد القمة الكبيرة أمام الكبير الآخر نادي الزمالك، أما قال إحنا هنروح المونديال العالم عشان ينافس. النهارده جيل الحقيقه ما بعده جيل، بعد ابو تريكه وبركات والحضري ووائل جمعه، والجيل الكبير اللي قدر ياخد 4 بطولات في سيزون واحد ويوصل المونديال ويحقق البرونزيه والبرونزيه المونديال بقوات التريكه وبركات والحضري. والحقيقه احنا عندنا النهارده عده مفاجآت، يعني عندنا في اغنيه للمطربه ميراج يعتبر هي جهزت في حوالي 48 ساعة عشان خاطر هذا النصر الكبير. يسعدني النهارده بقدم 2 من الاعلاميات الحقيقه اللي بيشرفوني النهارده في استوديو العرب. نورهان مساء الخير. مساء النور. وصباح الخير. او صباح الخير، ما فيش مشكله. ازيك يا شيري؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كانت القمه النهارده الحقيقه قمه كبيره، وناديين كبار، أنا زعامة. متوقع أصلا إن هي في الدقيقة 5 أصلا إن هم يجيبوا جون. ده كان هدف الحقيقة النهارده، هدف عالمي الحقيقة، هو الحقيقة الهدفين. شيكابالا النهارده الحقيقة حط هدف الحقيقة، هو يعتبر كان بيرجع شيكابالا تاني للملعب، ولكن اللياقة والسن وعوامل أخرى ما ساعدتش إن شيكابالا يرجع ويكمل، شد عضلي وخلفية. لا، هما الفريقين النهارده لعبوا كويس جدا، وكان في بدايه الماتش كان في هجوم حلو قوي وكان في دفاع كويس قوي. لا، حسينا ان في روح حلوه ما بين الفريقين وقادرين ان هم يلعبوا كويس قوي مع بعض. لا، شفت النهارده فعلا انا وشيري كنا بنتفرج بره في الاستوديو على الماتش. لا، كان في شد عصبي فظيع على فكره. يا جماعه انا زملكاويه وده ما ينكرش. ايوه يا جماعه، ان بس هي عامله لي الميك اب ده على فكره بروح جامده جدا. والله 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 احنا بنتكلم الحقيقه في اطار النهارده الروح الجميله والمداعبات وجمهور النادي الاهلي. عودنا طبعا يا شيري الحقيقه، وقف بجنب الحقيقه، الاحتفالات ما زالت قائمه طبعا، من حق نادي الاهلي ومن حق جماهير النادي الاهلي اللي هي تعيش بشكل كبير جدا. معانا المطربه ميراج اللي احنا هنسمع اغنيتها بعد ما نكلمها في الاغنيه اللي اتالفت وتلحنت في 48 ساعه. مساء الخير يا ميراج. معانا ميراج ولا لسه ما جاتش يا شباب؟ ايوه. مساء الخير الصوت يا شباب. ايوه، مساء النور. مساء النور. الو، مساء الخير. ازيك يا ميراج؟ عامله ايه فنانتنا؟ ازاي حضرتك؟ الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي. ربنا يخليك، الف مبروك ليكم كلكم، والف مبروك للبرنامج، وعايزه احيي ضيوفك الكرام، وانا فعلا يعني مبسوطه جدا لدرجه ان انا يعني مش عارفه يعني نادي القرن. والله يا ميراج كل الاهلاويه وكل مصر النهارده بتفرح الحقيقه. مبروك لعشاق النادي الاهلي في افريقيا وفي الوطن العربي الكبير. هنسمع اغنيتي دلوقتي يا ميراج. الاغنيه ممكن تقول لنا تاليف مين والحان مين؟ جميل. وطبعا انا اللي غنيتها. هنسمعها دلوقتي يا ميراج. متشكر جدا يا حبيبتي على الاغنيه اللي اتالفت واتلحنت وتوزعت واتغنت في 48 ساعه دي، اهداء الحقيقه من المطربه ميراج لجمهور وعشاق النادي الاهلي. مخرجنا الكبير يشغل لنا بقى الاغنيه كده، نستمتع كده بيها واحنا معاكم في الاستوديو. طبعا النادي الاهلي بيعيش ازهى عصوره. نتفرج على الأغنية ونرجع لكم تاني واحنا معاكم في الاستوديو.
الحقيقة بنشكر فنانتنا المطربة ميراج على هذه الأغنية اللي أهدتها الجمهور وعشاق النادي الأهلي في الوطن العربي وأفريقيا. الأهلي بطل القرن الأفريقي، الأهلي النهاردة بيحقق الزعامة على مستوى القارة كلها، رغما عن أنف الحاقدين اللي كانوا بيتربصوا بالفريق ومجلس إدارته. من حق محمود الخطيب الحقيقة أنه يفرح النهاردة، بكاء كابتن بيبو النهاردة الحقيقة فوق دماغنا وفوق دماغ كل الأهلاوي الحقيقة، بقلوبنا كلنا الحقيقة كعشاق للنادي الأهلي والفنانة الحمراء. بنهدي الفوز الحقيقة، مجلس إدارة تحمل ما لا يتحمله أي شيء آخر، يعني الحقيقة الناس دي تحمل كتير جدا عشان النهاردة يحصل الإنجاز دوت والبطولة تيجي والوصول للمونديال، وبنعود وبيرجع تاني عهد النادي الأهلي وأمجاد الكرة في النادي الأهلي، ترجع البطولات دوري أفريقيا والكاس اللي إن شاء الله يبقى الأسبوع اللي جاي ينضم لكتيبة البطولات والدولاب المليء بالبطولات للنادي الأهلي. ثم بعد كده عندنا المونديال، عندنا الشهر ده ديسمبر عندنا الحقيقة أكتر من 3 بطولات ينضافوا للبطولة، ممكن يتحطوا في خزينة النادي الأهلي. بنشكر كل عشاق النادي الأهلي وكل اللي وقفوا مع جمهور النادي الأهلي ومع مساندة مجلس الإدارة، من أصغر عامل جوه النادي، الكيان الكبير، كيان النادي الأهلي الحقيقة. هيكون معانا طبعا في التحليلات الرياضية طبعا مدير تحليل الأهرام الرياضي أستاذ محسن لملوم الحقيقة، اللي هيكلمنا باستفاضة عن الأداء القوي، وبنفس الوقت هيكلمنا عن النهاردة كان في أداء وكان في مستوى وتكتيك من المدرب. معانا يا جماعة أستاذ محسن، معانا شباب جهز، مين يا فندم؟ أستاذ أحمد، أستاذ أحمد جرادة الحقيقة ده مفاجأة، أستاذ أحمد جرادة معانا على الهوا في البرنامج، أهلاً أهلاً أستاذ أحمد. أهلاً أهلاً مساء مبروك، أهلاً مبروك جداً للأهلي، وأنا فرحان جداً طبعاً بإني أحب الأهلاوي. ألف مبروك يا أستاذ أحمد، الحقيقة أنا عارف إن أنت راجل أهلاوي وفي الإنتاج كمان كل الوسط الفني بيتابع الحقيقة النهاردة كانت المباراة. برضه حد لك للزمالك برضه. والله ما احنا معانا استاذه نورهان زملكاويه الحقيقه، وكانت الحقيقه النهارده الله يكون في عون كل زملكاوي الحقيقه، النهارده كان الشد عصبي بهدف في توقيت صعب. هم لعبوا ماتش حلو جدا، ولكن الكوره في الاخر الاهلي. ويبقى الكبير كبير يا استاذ احمد الحقيقه. انا كنت متوقع طبعا ان الاهلي وحبي وعشقي للاهلي طبعا. انت اهلاوي يا استاذ احمد ولا زملكاوي؟ اهلاوي بتعصب كمان. ما شاء الله، بنشكر كل المنظومة الفنية للنادي، المنظومة الفنية الحقيقة الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه، يعني مظاهرة في حب الاهلي وزعامة الكرة الافريقية. نشكرك يا استاذ احمد الحقيقة، انت اختصتنا ودخلت النهاردة على البرنامج الهوا. تحياتي يا استاذ احمد الحقيقة، وتحياتي الوسط الفني. انت بتخلص حاجة الايام دي ولا معانا يا استاذ احمد ولا فصل؟ متشكر جدا لاستاذ احمد جراده المنتج الفني الكبير. نورهان، انت شايفه النهارده الاداء كان قوي؟ لا، سواء الفريق نادي الاهلي او نادي الزمالك الاثنين كانوا اقوياء جدا وكانوا بيلعبوا بطريقه كويسه جدا، بس هي في الاخر الاميره الافريقيه اهلاويه. جميل، دي روح رياضيه الحقيقه مني كانوا. لا، بص الفريقين لعبوا كويس قوي، والجون الثاني بتاع النادي الاهلي جه في توقيت خطير جدا. فلا الماتش كان قاتل هي صراحه الوقت قاتل. فكان مستحيل او من سبع المستحيلات شويه ان يقدر في الفتره الاخيره دي ان نادي الزمالك يقدر يغطي الجون الثاني، هتبقى صعب. الوقت كان صعب وكان فيه اصابات كتير. هو هدف قاتل لا، وكان فيه اصابات كتير، ولا يعني توتر واللعيبه في كذا لعيب حصل لهم زي اصابات في نادي الزمالك واجهاد، ونادي الاهلي نفس القصه، التغييرات بتاعته كانت في اخر كام دقيقه في الماتش. لا، الدنيا الماتش كان هايل بصراحه، كان خارج عن الخيال الواقع. لا، الفريقين لعبوا كويس قوي بصراحه. وانا اللي عاجبني فيكي بصراحه ان انت عندك روح رياضيه، مش قادره اقول لك قد ايه بصراحه. حبيبتي كلنا مصريين سواء الاهلي او الزمالك، احنا كلنا واحد واخوات. شير الحقيقه النهارده كان اللقاء قوي جدا، ومبسوطه انت اهلاويه الحقيقه. ايوه، ومتعصبه جدا، بس برضو عندي روح رياضيه، اللي هو سواء الزمالك كسب او الاهلي كسب، انا في كلتا الحالتين انا هبقى مبسوطه، يعني مش احنا كده كلنا مصريين طبعا، فمش هتفرق يعني، كده احنا كلنا واحد. جميل، بس كده. جميل، الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره طبعا. اكيد هيكون معانا يا شباب استاذ محسن لملوم.
طب حاولوا تكلموه. طيب يا جماعه في كنترول معانا. طيب نراجع الرقم يا جماعه بتاع استاذ محسن. الحقيقه اعزائي المشاهدين، كان التكتيك النهارده وكان خطه موسيماني جروا فريق نادي الزمالك الحالي للجهاد. بمعنى ايه؟ بعد هدف النادي الاهلي والاهلي تراجع، اللعيبه تراجعت للخلف، ابتدى الفريق يلعب على الكونتر اتاك على اساس يجر النادي الزمالك بشكل او باخر للياقه البدنيه، وده شفناه في الشوط الثاني. طبعا نادي الزمالك ضغط بكل هجومه وبكل خطوطه على الباكين يمين وشمال، وكان الحقيقه ساس النهارده كان فايق جدا، ونقطه قويه جدا في خط النص والخط الهجومي للنادي الزمالك. بن شرقي الحقيقه واداء رائع جدا الحقيقه، الراجل ده جاي له عروض على فكره، عروض كبيره جدا جدا، فهل يبقى في نادي الزمالك ام يحترف في اي دوري اوروبي؟ بن شرقي بيقدم اداء رائع جدا جدا. شفنا الشوط الثاني بقى الحقيقه الاجهاد واضح على لعيبه نادي الزمالك، ان هم بذلوا جهد كبير جدا جدا في اخر 37 دقيقه من الشوط الاول، ده ادى الى انهيار اللياقه البدنيه لنادي الزمالك في الشوط الثاني. طبعا ده بان جدا على اغلبيه اللاعبين. الاهلي ابتدى موسيماني الحقيقه، دي تاني بطوله ليه في القاره السمراء النهارده، ابتدت لعيبه النادي الاهلي يضغطوا بقوه جدا في اخر 13 دقيقه، ابتدى ان يبقى في خلل في منطقه الدفاع ورا الزون ديفنس. الحقيقه ما اسعفش نادي الزمالك بالهجمات المرتده، وخروج شيكابالا اثر تاثير سلبي جدا على اداء نادي الزمالك اللي طبعا كان ورقه رابحه الحقيقه. لا شيكابالا طول عمره معروف ان هو لعيب كبير جدا. معانا مدير تحرير الاهرام الرياضي المتالق المبدع استاذ محسن لملوم. مساء الخير يا استاذ محسن. مساء الخير على حضرتك. الف الف مبروك يا زعيم. مبروك للنادي الاهلي طبعا، وارد لك نادي الزمالك اللي عمل مباراه جيده اكيد. انت شايف النهارده الفنيات يا استاذ محسن، شايف الفنيات النهارده كانت ماشيه ازاي؟ التكتيك ما بين باتشيكو وما بين موسيماني. يعني خليني اقول لك، النهائيات او البطوله تكسب ولا تلعب، يعني نادي الزمالك لعب النهارده افضل من النادي الاهلي تحديدا في الشوط الاول. عايز اقول لك ان هو اهدر فرص كثيره جدا رغم النقص العددي، او مش النقص العددي عفوا، اللي هو الغيابات. نعلي الصوت شويه يا شباب في الكنترول. كانت اكثر تاثيرا في الزمالك من الاهلي، غياب عبد الله جمعه وغياب يوسف اوباما وغياب الونش طبعا افضل مدافع في الكره المصريه. يعني كانت اكثر من نزل الصوت يا رجاله يا استاذ محسن عشان يسمعوا كويس. الو اتفضل معايا. عايز اقول لحضرتك ان هي النهائيات زي ما قلت لك في الاول تكسب ولا تلعب، فده اللي حصل من موسيماني، ان هو كان اكثر واقعيه. يمكن النادي الاهلي عفوا نادي الزمالك كان اكثر سيطره، الاستحواذ كان ليه اكثر، الفرص كانت ليه، يعني كان هو الاخطر شويه عن النادي الاهلي، لكن في النهايه النادي الاهلي قدر بالخبرات. يعني عايز اقول لك ده النهائي 13 للنادي الاهلي في دور الابطال، وده النهائي الثامن لنادي الزمالك في دور الابطال، فاكيد واحد اتحط في موقف 13 مره اكيد هيعرف يتعامل عن واحد اتحط في الموقف 8 مرات. يمكن فرق الخبرات حسمت للنادي الاهلي، واقعيه موسيماني الى حد ما رجحت كفه النادي الاهلي. انت شايف يا محسن بيه الحقيقه النهارده موسيماني جر نادي الزمالك ولعيبه نادي الزمالك للاجهاد، اللعيبه يبقى عندها اجهاد، ولا انت شايف التاكتكس النهارده احنا لاحظنا هبوط ونزول مستوى اللياقه البدنيه لاغلبيه لعيبه نادي الزمالك في الشوط الثاني اخر ثلث ساعه؟ صحيح، مش هقول جر، لكن كان نادي الزمالك في الفتره الاخيره كان دايما هو بيسيب الفريق اللي قدامه يستحوذ ويسيطر ويسجل كمان، وبعدين نادي الزمالك يبتدي بقى ينتفض فيتعادل ويفوز ويسجل الثاني والثالث. يعني حصل ده في كذا ماتش، يعني الترجي قبل كده، الرجاء اخر مباراه، حتى في مباراه ربع النهائي في كاس مصر قدام نادي اف سي مصر. النهارده اللي حصل العكس، يعني نادي الزمالك تفوق في الشوط الاولاني لكنه خاف، مش عايز اقول بقى تراجع، عايز اقول خاف من الشوط الثاني زيه زي الاهلي برضه، بس ايه يعني في النهايه كان التوفيق حليف النادي الاهلي في الهدف اللي سجله محمد مجدي قفشه. جميل جدا يا استاذ محسن. انت شايف بقى الفتره الجايه الاهلي هينافس على بطوله العالم للانديه زي ما قال موسيماني تصريحات بعد المباراه امبارح، اتكلم ان احنا رايحين المونديال عشان خاطر هننافس على البطوله، انت شايف ان ده ممكن الفريق جاهز او الاوراق اللي معاه تساعد على ده؟
لا طبعا صعب جدا، خلينا نتكلم بامانه يعني، انت معاك فريق زي بايرن ميونخ بطل دوري ابطال اوروبا. أي. وبالمناسبه نزل تويتة على صفحته على فيسبوك وعلى تويتر وقال مبروك النادي الاهلي في انتظاركم في كاس العالم للانديه. ينافس صعب جدا. ده رئيس نادي البايرن ولا مين يا فندم؟ نادي بايرن ميونخ نزل على صفحته الرسميه على تويتر بيان النادي الاهلي وبيقول له احنا في انتظاركم في كاس العالم للانديه، نوع من الدعابه يعني. جميل. لان بالمناسبه اخر مره شارك فيها النادي الاهلي في كاس العالم للانديه 2013 اللي كانت في المغرب كان برضه بايرن ميونخ كان هو في البطوله دي، كان بطل اوروبا وشارك فيها وفاز بيها في النهائي على الرجاء المغربي. النادي الاهلي ممكن يعمل مباريات كويسه خصوصا انه يكون فيها ممكن يكون فيها جمهور، الله اعلم ساعتها ايه بقى موضوع كورونا. انت عارف الجاليه المصريه او الاهلاويه اكيد زي طبعا اكيد كتير في قطر. اعتقد النادي الاهلي ممكن يعمل مباريات حلوه لكن ينافس دي يعني أفلح إن صدق من شمالي نتمنى اكيد، لكن خلينا نكون واقعيين صعبه جدا يعني. كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي الفتره الجايه وفريق النادي الاهلي. اشكر يا استاذ محسن الحقيقه على وجودك معانا على الهواء، تحياتي يا استاذ محسن. هي معانا حد تاني يا شباب؟ معانا حد تاني يا رجاله؟ شكرا يا استاذ محسن. الحقيقه النهارده يا نورهان احنا شفنا النهارده منظومه متكامله في الملعب، وشفنا بره الملعب ما قبل المباراه واستعدادات الفرقتين. كان لو اتكلمنا عن نادي الزمالك واداء نادي الزمالك النهارده، انت شايفه النهارده نادي الزمالك قدم مستوى جيد؟ لا هو المستوى بتاع نادي الزمالك النهارده كان جيد جدا، واللعيبه فعلا كانت بتلعب بطريقه كويسه قوي وفيها دفاع وفيها هجوم، وكانوا قادرين يعملوا مع بعض زي تنظيم كده وتكتيك مع بعض، ان هم فعلا ما حدش فيهم واخد الكره لوحده وبيتحرك بيها، لا كانوا عاملين تيم لطيف قوي سوا. المدرب الجديد بتاعنا لا حد كويس قوي وحد عارف هو بيدرب اللعيبه ازاي. طبعا سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من ساعه ما مسك النادي لا في تقدم كبير قوي في النادي وبيعمل تقدمات كويسه قوي، بس احنا محتاجين شويه تدريبات اكتر، محتاجين نضغط اكتر الفتره الجايه ونتدرب صح عشان نقدر البطوله الجايه تبقى بتاعت نادي الزمالك ان شاء الله. الحقيقه هو بس في مرحله صغيره ان كان في قرار للجنه الاولمبيه المصريه والاتحاد الافريقي والاتحاد المصري بتجميد الحقيقه رئيس نادي الزمالك الفتره الماضيه، وما زالك الموضوع شائك، والحقيقه وزير الرياضه اتكلم في النقطه ديت وقال بعد القمه النهارده هيبقى في كلام بخصوص موقف الاستاذ مرتضى. شيري انت شايفه ايه النهارده بالنسبه لاداء النادي الاهلي ومستوى؟ لا الاول خلينا نتكلم على الزمالك. بالنسبه للزمالك هو بيلعب كلاعيبه ناقصين تمام، طبعا بسبب الكورونا وكده، فهو كان بيلعب ناقص، فبالنسبه لي اداؤه كان هايل. نيجي بقى للاهلي، الاهلي اداؤه كان كويس برده في كلتا الحالتين. عايزه اقول لك برده ان هو يعني كانوا برضو زي ما هي بتقول بيلعبوا الاثنين بيلعبوا مع بعض، حاسه ان الاثنين بيلعبوا مع بعض. بصي هو النادي الاهلي النهارده كان فيه فرص كتير قوي كويسه، للاسف ضاعت منه. يعني النادي الاهلي لو كان ضغط اكتر بالعكس كان ممكن يغلب 3 أو 4 وكان فيه يبقى لا اجوان اكتر من كده، وكان فيه يبقى لعب اكتر من كده واحسن من كده. لا هم على قد ما هم كانوا بيلعبوا بشويه في الشوط الثاني باستهتار وكان فيه تضييع كور كتير، بس ما نقدرش نقول غير ان لا الكوره كانت حليفه الحظ معاهم النهارده. ايوه وقدروا بالخبرات ان هم يجيبوا الهدف الثاني ويتحول ان الاميره الافريقيه تبقى اهلاويه بدل زملكاويه. بصي في الاخر احنا مصريين وسواء هي اهلاويه او زملكاويه المهم ان هي حاجه بتاعتنا احنا كلنا. نتمنى يعني ان دولاب نادي الزمالك ودولاب نادي الاهلي دايما يفضل مليان بالبطولات ان شاء الله. وطبعا اتمنى الانديه هي الحقيقه نورهان البطوله مصريه في الاخر. بالظبط سواء الحقيقه سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك كلهم قطبي الكره المصريه والبطوله مصريه، والنهارده الجمهور المصري والعربي والافريقي الحقيقه طبعا كلنا بنحتفل. الاهلي يمثل 70% من جمهور النادي من جمهور الوطن العربي. طبعا فالنهارده الحقيقه النهارده الناس فرحت الحقيقه طبعا. فرحه كبيره النادي الاهلي النهارده وفريق الكوره بالنادي الاهلي والمنظومه الكرويه الكبيره اللي كانت بتقود هذا النصر عشان يتحقق للمنظومه الكرويه في مصر ما جاش من فراغ. بتلت الكلمات الحقيقه ما عندناش حاجه تانية نقدر نضيفها النهارده بعد هذا الفوز الكبير للحقيقه وفريق النادي الاهلي النهارده.
لكل عشاق النادي الاهلي الف الف مبروك. من حق الكبير الحقيقه زي ما بيتقال ان يفرح، حق الكبار ان هم يفرحوا النهارده بالبطوله واللقب. اعزائي المشاهدين، كنتم معانا النهارده في حلقه خاصه عن انتصار النادي الاهلي والفوز باللقب الافريقي والزعامه الافريقيه. تحياتي اعزائي المشاهدين، والنهارده كان معانا نورهان وشيري، شرفوني النهارده في الحلقه، ونلتقي مره ثانيه ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله. استوديو العرب، تحياتي، مبروك حسنين.